ومعنا مشاهدينا الكرام مباشرة من اسطنبول دكتور مصطفى حامد أوغلو الكاتب والمحلل السياسي التركي. نرحب بك دكتور مصطفى معنا. بداية، هناك قمة ثلاثية في أنقرة بين الرؤساء أردوغان بوتين روحاني، ما الذي تقرأه في بيان القمة ونتائجها؟ أول مساء الخير لكم ومشاهدين الأعزاء. طبعا هذه القمة تأتي بعد تغيرات يعني كبيرة جرت على الأرض السورية. هناك إجلاء المدنيين والفصائل العسكرية من الغوطة الشرقية، وأيضا هناك انتهاء عملية غصن الزيتون بتحرير مدينة عفرين. لذلك يعني كان يعني يجب أن تكون هذه القمة هي بداية لمرحلة انتقالية جديدة، قد تكون معالم هذه المرحلة غير واضحة، لكن الواقع في سوريا يستلزم أن يكون هناك شيء جديد على أرض الواقع. برأيي أن القمة أكدت على وحدة التراب السوري ووحدة الأراضي السورية، وهذا ما تتفق عليه هذه الدول الثلاث، لكن هناك خلاف لا يزال على من سيحكم سوريا وما هي الصيغة القادمة لسوريا. هناك أيضا تأكيد على أنه لا يمكن أن يكون محاربة أو ذريعة محاربة الإرهاب هي مدخل أو غطاء لأن يكون هناك دعم العناصر الإرهابية الأخرى، إشارة إلى الدعم الأمريكي لميليشيات الحماية الكردية، وهذا ما أرادته تركيا. الدول الثلاث هي موجودة على الأرض، لكل دولة هناك مصالح قد تتقاطع وقد تتعارض مع الدولة الأخرى، وكل دولة صراحة لا تريد للدولة الأخرى أن يكون لديها يعني لها امتداد أو تمدد أو إنجازات ربما تعرقل أو لا تخدم مصلحتها. كل يعني هذا واضح يعني، ولكن الغير المفهوم أن هذه القمة تأتي في غياب أصحاب القضية أنفسهم لا تمثيل لهم. يعني اليوم الواقع يعني يقول أن لا دور للمعارضة السورية ولا دور للنظام في سوريا. هناك دول كبرى اليوم هي المتحكمة في سوريا، أمريكا وروسيا وخاصة روسيا، وهناك دول إقليمية تحاول أن يكون لها دور يعني في سوريا. الدور التركي الداعم للشعب السوري والداعم للمعارضة السورية، مصالح تركيا تتقاطع أو تكاد تتطابق مع مصالح المعارضة السورية أو الفصائل خاصة في الشمال، وهذا ربما يكون يعني اليوم صحيح أن النظام غير موجود بشكل فعلي وأن المعارضة غير موجودة بشكل فعلي، لكن لكل طرف من يمثله. روسيا اليوم تمثل النظام أو تمون عن النظام، وأيضا تركيا هي بمثابة المتكلم عن أو المدافع عن مصالح المعارضة السورية. انكشفت ربما في هذه القمة بعض الخلافات بين إيران وتركيا بخصوص عفرين، هل يمكن أن ترضى تركيا وتسلم المدينة للنظام؟ طبعا هذه ليست المرة الأولى، يعني كما قلت لأن أنا كل دولة وحتى يعني المجتمعين الثلاث كل دولة لا تريد للدولة الثانية أن تحقق إنجازات وسريعة. رأينا الامتعاض يعني الإيراني أثناء التقدم عملية غصن الزيتون، كيف كانت هناك محاولات للدفع بميليشيات محسوبة على الطرف الإيراني من بالتدخل لدعم الميليشيات الكردية الموجودة في عفرين، رغم أن إيران هي بعيدة عن يعني منطقة عفرين، وأن المتحكم أو أن الاتفاق التركي يعني حصل مع روسيا التي أعطت الضوء الأخضر من أجل عملية غصن الزيتون. كل هذا يؤكد على أن هذه الدول لديها خلافات وخلافات عميقة صراحة، لكن كما قال رئيس الجمهورية أنه يعني نحن نؤجل ما الأمور التي نختلف عليها ونعمل على الإنجاز وتسريع الأمور التي نتفق عليها. هكذا يعني تتعامل تركيا مع روسيا ومع إيران. الهدف من هذه القمة الثلاثية كما ذكرتم هو إحلال السلام في سوريا، ولكن يعني على مسيرة 7 سنين والنظام لا يزال يخرق كل الهدن، إلى أي مدى ستقبل تركيا هذا الوضع أن يدور في حلقة مفرغة مع وجود الضامن الروسي؟
مع الأسف الشديد أن اليوم الخلاف التركي الروسي هو على صيغة الحل السلمي في سوريا. سياسة روسيا هي الإجبار أو الإخضاع أو يعني إجبار المعارضة على الاستسلام كما بالحصار وبالتدمير وبالقتل كما يحصل اليوم في الغوطة الشرقية وكما حصل صراحة. هذه سياسة التركيع التي تنتهجها روسيا والنظام وإيران، لكن تركيا اليوم وحيدة هي اليوم، لكنها أيضا موجودة على الساحة، موجودة على طاولة المفاوضات وموجودة على داخل سوريا. التدخل التركي في عملية درع الفرات والنجاح في عملية غصن الزيتون جعل لتركيا أيضا هي كلمة موجودة في هذه المفاوضات وهذه الاجتماعات. لا يمكن أن يكون هناك حل اليوم بالصيغة التي يعني تقوم أو تنوي روسيا يعني تنفيذها. نعم. وأكبر دليل ليس هو موافقة تركيا أو عدم موافقة تركيا، إنما الواقع اليوم عندما يتم إجلاء وفسح المجال لتواجد فصائل عسكرية في الباب وفي جرابلس وفي إدلب، هذا يستدعي أن يكون هناك حل يؤمن، يعني حل يعني يضمن لهؤلاء الناس البقاء في هذه المناطق وبدون أي تهديد وبدون أي يعني تدمير واعتداء عليهم من قبل النظام أو روسيا أو إيران حتى. طيب دكتور مصطفى، ما تقييمك للموقف الأمريكي من هذه القمة، لا سيما بعد المعلومات الأخيرة عن موافقة ترامب على بقاء القوات الأمريكية في سوريا؟ يعني هنا المشكلة اليوم، يعني أمريكا هناك يعني أكثر من مركز قوى في أمريكا. اليوم تصريحات الرئيس الأمريكي تناقضها تصريحات أو ترد عليها وزارة الخارجية مباشرة أنها لا علم لها بقرار الرئيس بسحب القوات أو بعزم الرئيس على سحب القوات الأمريكية من سوريا. أيضا الفاعل الحقيقي صراحة الرئيسي هو يعني البنتاغون والجنرالات الموجودين في سوريا. هناك تناقض، رأينا البارحة واليوم صور جنرالات أمريكية يعني في مدينة منبج وهي تراقب القوات التركية التي تعتبر هي حليفة استراتيجية لأمريكا في حلف الناتو، بينما هي تدعم ميليشيات تحارب الدولة الحليفة. فهناك تناقض على أرض الواقع، لكن تركيا صراحة تبتعد عن الموقف الأمريكي لأنها ترى في المشروع الأمريكي هو تقسيم سوريا وإقامة دولة كردية، وهذا ما يهدد الأمن القومي التركي ويجعل تركيا تقترب من الموقف الروسي بالمحافظة على وحدة الأراضي السورية. لكن هناك خلاف على من سيحكم سوريا. أمريكا يعني تنتهج سياسة الاحتواء المزدوج، تحاول لا تريد أن تتجاوز وتتخلى أو رغما عن تركيا تنفذ يعني ما تريده، لكن أيضا هي لم تستطع أن تتخلى عن دعم الميليشيات الكردية لأنها تراها هي القوة التي يمكن أن تعويل عليها من أجل تنفيذ مشروعها. لذلك هناك خلاف صراحة عميق ما بين أمريكا وما بين تركيا في الوقت الحاضر. ماذا عن وجود حزب العمال الكردستاني في قضاء سنجار شمالي العراق؟ من سيحدد إطلاق العملية التركية هناك مع مراوغة حكومة العبادي وتأجيلها حسم هذه المشكلة؟ تركيا عندما قامت بعملية غصن الزيتون قالت أن يعني عفرين هي مرحلة من مراحل أخرى، هناك مرحلة منبج وهناك مرحلة سنجار وهناك أيضا مرحلة رابعة وهي المرحلة والمعضلة الأساسية هي ما شرق الفرات. لذلك يعني بعد النجاح عملية غصن الزيتون وكانت تركيا محقة عندما قامت بهذه العملية، بعدما رأينا من خرزانات ومن تحصينات ومن أجهزة ومن أسلحة ثقيلة في مدينة عفرين، كانت معقل صراحة لحزب العمال الكردستاني الذي يمثل قوات الحماية الكردية في سوريا. ومن ثم انتقلت تركيا إلى سنجار متجاوزة يعني أو قافزة المرحلة الثانية هي مدينة منبج، لأنها تريد أن يبدأ هناك الطوق أو يعني تأمين للحدود التركية يبدأ من سنجار إلى منبج ومن ثم إلى عفرين. تركت منبج لأن منبج هناك مشكلة مع تواجد القوات الأمريكية في مدينة منبج. نعم. وأمريكا هي تستخدمها كورقة برأي أن أمريكا ستنسحب من منبج، لكن بعد أن تحقق بعض التنازلات التركية بشأن شرق الفرات. لذلك تركيا تريد أن يعني حصر
القوات المتواجدة شرق الفرات اعتبارا من سنجار إلى منبج إلى مدينة عفرين، وكي تبدأ المرحلة كما قلت هي العويصة والمعضلة والمشكلة الكبيرة هي مع أمريكا في شرق الفرات. أخيرا دكتور مصطفى، الرؤساء الثلاثة الآن تحدثوا عن إحياء العملية السياسية ورفض تقسيم سوريا وكذلك إعادة النازحين، كيف يمكن بهذه العناوين أن تؤتي ثمارها والغارات لا تزال مستمرة على إدلب مثلا، وكيف يمكن للنظام وإيران أن تقبلا بعودة النازحين إلى حمص ودارية في الغوطة الغربية؟ مع الأسف الشديد يعني اليوم كما قلت أن النظام وروسيا يعني ينتهجان يعني التركيع والقتل والتدمير من أجل حسم الموقف، وإن كانت روسيا تصرح أنه لا يمكن الحسم العسكري في سوريا لكنها صراحة على أرض الواقع تقوم بمحاولة أن يكون هناك حسما عسكريا. إيران لها يعني النفس الطائفي الذي يعني فتح المجال أمام الميليشيات الطائفية التي جاء بها من إيران والعراق من أجل صراحة يعني الانتقام والتشفي بقتل المدنيين في سوريا. هذه معضلة كبيرة صراحة بالنسبة للشعب السوري وبالنسبة لتركيا، لذلك اليوم ربما أنا قلت أن هناك ربما تكون مرحلة جديدة، وكما صرح رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان على الأقل أن تكون هذه المنطقة المناطق درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة إدلب محافظة إدلب أن تكون مناطق تخضع لعملية خفض التوتر بشكل كامل، وأن يكون بداية إعادة الإعمار من لهؤلاء المدنيين على الأقل أن تكون منطقة آمنة لهم وتحميهم من القتل والدمار. أشكرك مباشرة من إسطنبول دكتور مصطفى حامد أوغلو الكاتب والمحلل السياسي التركي.